GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم بلال حسين من فريق جسم Medical Education. رجعت لكم بالجزئية الثالثة من الأناتومي للجهاز التنفسي. طبعا ذكرنا أنه التراخيا أو القصبة الهوائية بعد تنقسم في منطقة الكارينة إلى الرايت مين برونخوس والليفت مين برونخوس، بعدها تتقسم تتفرع وتتشعب أكثر فتكون السكندري برونخوس اللي يكون ثلاثة على الجهة اليمنى واثنين على الجهة اليسرى. بعد ذلك أيضا تتقسم تقسيمات أكثر اللي تدعى بالترشري أو سيجمنتال برونخوس أو برونخيوس اللي تكون وتدخل السيجمنت مال كل لوب أو فص من فصوص الرئة. طبعا هذه منطقة الكارينة اللي بهذه المنطقة تكون الليمف نودز غنية جدا وعالية وتركيزها جدا عالي وموجودة بكثرة بهذه المنطقة، لذلك هي هذه المنطقة تكون جدا مهمة في حالة أخذ عينة في حالة الشك بوجود سرطان الرئة. وهذه المنطقة تكون جدا مهمة كمكان أخذ العينة أو الخزعة من عنده. إذن على الجهة اليمنى بعد تنقسم القصبة الهوائية إلى اثنين شعب هوائية أو إلى قصيرتين البرايمري برونخوس، بعدين تنطي السكندر برونخوس اللي يكون ثلاثة على الجهة، فتنطي الأبر اللي يدخل الأبر لوب والميدل يدخل الميدل لوب واللور يدخل الميدل لوب. بعد ذلك تتفرع أكثر وكل تفرع يسوي تيرشري برونخوس ثلاثي أو سيجمنتال اللي يدخل كل سيجمنت أو قطعة من قطع الفصل واحد. أما على الجهة اليسرى فبعد ما ينقسم الليفت مين برونخوس أو برايمري برونخوس ينطي الأبر سكندر برونخوس واللور سكندر برونخوس. الأبر يدخل للفصل العلوي واللور يدخل للفصل الأسفل. من الفصل أو من الأبر سكندر برونخوس أيضا يخرج تفرع ثاني، هذا التفرع يدخل للينجولا اللي هي تعادل الميدل لوب بالجهة أو بالرئة اليمنى. إذن اللينجولا هي ليست فص من فصل ولكنها تشابه الفصل الأوسط أو الميدل لوب بالرئة اليمنى. التزويد الدموي اللي يزود منطقة البرونخوس يجي عن طريق ثلاث شرايين. على الجهة اليمنى هو الرايت برونخيال أرتري اللي يكون مصدره مباشرة من الثوراسيك أورتا، وعلى الجهة اليسرى طبعا على الجهة اليمنى عفوا ينطي الرايت برونخيال أرتري، وعلى الجهة اليسرى ينطي السوبيريور ليفت برونخيال أرتري والانفيريور ليفت برونخيال أرتري. هذه الشرايين ثلاثتها مصدرها هو ثوراسيك أورتا، الأورتا موجودة بتجويف في الصدر. أما الليمف درينج للبرونخي منطقة البرونخوس أو قصوات أو شعبات الهوائية يكون عن طريق البرونخيال فينز اللي هي رايت برونخيال فين والليفت برونخيال فينز. الرايت برونخيال فينز تصب مباشرة بالأزيغوس فين، أما الليفت برونخيال فينز فتصب بالأكسسوري هيمي أزيغوس فين، بعد ذلك تصب بالأزيغوس فين. يعني بصورة مباشرة على الجهة اليمنى تصب بالأزيغوس والجهة اليسرى تصب بالأكسسوري هيميزيغوس فين، بعد ذلك تصب بالأزيغوس فين. طبعا الفينز مال الثراسيك وول أو الموجودة بجدار الصدر هي المسؤولة عن درينج سير الباريتشال بلورا. علاقة جدا مهمة اللي تربط البرونخوس مع البولمونري أرتري، هذه العلاقة تكون على الجهة اليمنى أو بالرئة اليمنى تكون right anterior، يعني البرونخيال عفوا البولموناري أرتري يكون أمام البرونخوس للأمام من عنده، أما على الجهة اليسرى فيكون البولموناري أرتري أعلى البرونخوس. وهذه منطقة دخول البرونخوس والأرتري وخروج البولموناري فينز، هذه المنطقة كمجموعة تسمى بالهيلوم اللي من خلالها تدخل وتخرج الأرتريز أو الفينز وأيضا القصبات الهوائية. فعلى الجهة اليمنى يكون البولموناري أرتري للأمام من البرونخوس، وعلى الجهة اليسرى يكون البولموناري أرتري لأعلى أو أعلى
البرونكوس. فالعلاقة تسمى، نقدر نحسبها ك أو نقولها هي راس right anterior left superior right anterior left superior. فصوص الرئة أو اللانج لوبس، طبعا الرئة اليمنى تتقسم أو تتكون من 3 فصوص، والرئة اليسرى تتكون من فصين رئيسيين. على أو بالجهة اليمنى موجود، أو بالرئة اليمنى موجود 3 فصوص، هي السوبيريور لوب والميدل لوب والانفيريور لوب، الفص الأعلى والفص الأوسط والفص الأسفل. يفصل الفص الأعلى عن الفص الأوسط هو الهوريزنتال فيشر اللي يكون بصورة عمودية. أما الانفيريور لوب ينفصل عن الميدل لوب والسوبيريور لوب بواسطة الأبليك فيشر. على الجهة اليسرى أو بالرئة اليسرى أكو فصين رئيسيين، هما السوبيريور لوب والانفيريور لوب، الفص العلوي والفص الأسفل، ويفصل بين ذول الفصين هو الأوبليك فيشر. طبعا ذكرنا أنه منطقة اليونجلا هي تشابه الفص الأوسط بالرئة اليمنى، ولكن تكون ما مفصولة من الفص العلوي، فتكون امتداد واستمرارية للفص العلوي، لذلك هي مذكورة مع الفص العلوي، تعتبر الرئة اليسرى تحتوي فقط على فصين. هذه المنطقة هي منطقة حز أو نوتش، تدعى بالكاردياك نوتش. هذه المنطقة تتكون بسبب أن القلب يكون عادة مائل للجهة اليسرى، فيسبب مثل الحز أو الحفرة أو النوتش في هذه المنطقة، تدعى بالكاردياك نوتش أو الحز القلبي. كل رئة تحتوي على 10 سيجمنتس أو 10 قطع، هذه القطع أو السيجمنت تقسم حسب عدد اللوبس أو عدد الفصوص، فكل فص يحتوي على عدد معين من السيجمنت. راح نبدأ هسه بالرئة اليمنى. طبعا الرئة اليمنى تحتوي على 10 سيجمنت، وأيضا تحتوي هي على 3 فصوص. فبالفص العلوي الـ upper loop عندنا 3 سيجمنت، اللي هي الأبيكال اللي يكون القمة، البوستيريور اللي يكون خلف أو ظهر الفص العلوي، والانتيرير اللي يكون بالامام او بالمقدمه. بالفص الاوسط عندنا فقط سيجمنتين او قطعتين، هما اللاترال اللي يكون جانبي، والميديال اللي يكون للوسط من الاكسس مالت الانسان او محور الانسان العمودي. اما بالفص الاسفل فهو يحتوي على 5 سيجمنت. اكو اجزاء نشوفها واجزاء ما نقدر نشوفها لان تكون للداخل، راح بالسلايد القادم ان شاء الله راح نوضحها ونشوفها. موجود عندنا السوبيريور، وايضا عندنا الميدال بيزل، وعندنا الانتيرير بيزل، وعندنا اللاترال بيزل، وعندنا البوستيرير بيزل. طبعا 4 تكون قاعدة الرئة اليمنى. موجودة هذه الخمس مع السوبيريور سيجمنت موجود بالفص الأسفل. أما الرئة اليسرى فهي أيضا تحتوي على 10 سيجمنت، ولكنها تحتوي على فصين. فبالفص العلوي موجود عندنا الأبيكال بوستيريور اللي تعتبر فصين، اللي كونن يكون بالفص العلوي. بعد ذلك عندنا الانتيرير، وعندنا السوبيريور لينجلا اللي يكون أعلى اللينجلا، وعندنا الانفيرير لينجلا. أما بالفص الأسفل فعندنا السوبيريور، وعندنا الانتيرير والميديال بيزل، وعندنا اللاترال بيزل، والخلف يكون عندنا البوستيرير بيزل. إذن بالرئة اليمنى موجودة 3 فصوص و10 سيجمنت أو 10 قطع. بالفص الأول أو بالفص العلوي موجودة الأبيكال سيجمنت، البوستيرير سيجمنت، والانتيرير سيجمنت. بالفص الأوسط أو بالميدل لوب موجود الميديال سيجمنت تكون للوسط، واللاترال سيجمنت تكون للجانب. بالفص الأسفل موجودة 5 قطع، هي السوبيريور سيجمنت، والميديال بيزل سيجمنت، والانتيرير بيزل سيجمنت، واللاترال بيزل سيجمنت، والبوستيرير بيزل سيجمنت. أما بالرئة اليسرى فعندنا أيضا 10 سيجمنت وفصين، فتقسم 5 بالفص العلوي و5 بالفص الأسفل. عندنا الأبيكو بوستيريور سيجمنت، والانتيريور سيجمنت، والسوبيريور
سيجمنت انفيريور لينجولار سيجمنت، هذول اللي يكونون اللينجولا. بالفصل الاسفل عندنا السوبيريور سيجمنت، عندنا الميديال بيزال سيجمنت، عندنا الانتيريور بيزال سيجمنت واللاترال بيزال سيجمنت والبوستيريور بيزال سيجمنت. اذا كل رئه تحتوي، كل قسم او كل جزء من الرئه يحتوي على 10 سيجمنت. الرئه اليسرى تحتوي على 10 سيجمنت، والرئه اليمنى ايضا تحتوي على 10 سيجمنت. الرئه اليمنى تحتوي على 3 فصوص، والرئه اليسرى تحتوي على فصين. البلاد سبلاي او التزويد الدموي للرئه يكون عن طريق يا اما عن طريق التشعبات الدمويه اللي تزود البرونخيال تري او تشعبات الشجره الهوائيه اللي تكون البرونخيال ارتريز، وتجيب اوكسجينيتد دم، اوكسجينيتد بلاد عفوا، يكون دم غني بالاكسجين. وهذا الدم يروح للبرونخي واللانج تشو وايضا للفيزيرال بلورا اللي تغطي الرئه وتكون في تواصل معها. وايضا البرونخيال فينز اللي تسوي درينج للدم عن طريق البرونخيال فينز، بعد ذلك الازيغوس والهيميازيغوس فينز. اما الدم اللي يوصل للرئه عن طريق البولمونري ارتري فهو يكون دم غير مؤكسد او غير مؤكسد، جاي يحتوي على الاكسجين، نون اكسجينيتد بلاد، ويجي من الرايت فينتريكل او من البطين الايمن للقلب الى ان يصل لللانج الفولاي حتى تصير عمليه تبادل الغازات ويتحول الى اوكسجينيتد بلاد. الدم بعد ما يصير اوكسجينيتد وحامل على الاكسجين يروح او ينقل من اللانج الفولاي للالفولاي للاذين الايسر مالت القلب عن طريق البولموناري فينز. هذه الحالة تختلف، عادة ما يكون الارتري حامل على دم مؤكسج والفين يكون حامل على دم غير مؤكسج. لكن في حالة الرئة وحالة البولمونري سيستم، البولمونري ارتري يكون حامل دم غير مؤكسج غير حاوي على الاكسجين، والبولمونري فينز بولمونري فينز عفوا تكون حاملة على الدم الغني بالاكسجين والمؤكسج. اذا البرونخيال ارتريز على الجهة اليسرى هي سوبيريور ليفت برونخيال ارتري، انفيريور ليفت برونخيال ارتري. على الجهة اليمنى موجودة الرايت برونكيال ارتري تكون جاية من الثراسك ايورتا، ايضا تساعد في تزويد الدم للفيزرال بلورا وبقية انسجة الرئة وايضا البرونخوس او القصبات الهوائية. والدرينج يصير عن طريق الرايت برونكيال فين والليفت برونكيال فين، هاي في حالة القصبات الهوائية ايضا تشعباتها داخل الرئة والموجودة ايضا على الفيزرال بلورا. طبعا العملية جدا مهمة هي البولمونري سيركوليشن، عملية تبادل الدم او الدورة الدموية الرئوية. الدم ينقل من البطين الايمن الى الرئتين عن طريق البولمونري ارتريز، بعد ذلك تحصل عملية تبادل الغازات ويتحول الى دم غني بالاكسجين، بعد ذلك ينقل من الرئة الى الاذين الايسر عن طريق البولمونري فينز. هذه هي عملية البولمونري سيركوليشن، بروميرال سيركوليشن عفوا، راح نناقشها بالفسيولوجي بالتفصيل. ذكرنا انه الرئه تكون مغطاه بالفيزيرال بلورا، واللي يبطن التجويف في الصدر هو الباريتال بلورا، المنطقه اللي بيناتهم اللي هي البلورال سبيس او بلورال كافيتي اللي تكون نوعا ما تحتوي على سائل بسيط يمنع احتكاك الغشائين مع بعضهم البعض. التزويد الدموي اللي يجي للفيزرال بلورا يكون عن طريق البرونخيال ارتريز، اما البارتر بلورا تزود بالدم عن طريق الانتر كوستال ارتريز او الشرايين الموجوده بجدار بجدار الصدر. وايضا نفس الفينز اللي تسوي درينج لهذه المنطقه. وصلت ياكم نهايه الجزئيه الثالثه من الاناتومي للجهاز التنفسي، اتمنى كانت حلقه سهله واضحه عليكم، انتظرونا في الجزئيه القادمه ان شاء الله.